تحرص دولة الكويت على تقديم أفضل الخدمات للنزلاء دور الرعاية الاجتماعية إلى جانب التوسع في الخدمات المقدمة لتشمل المباني والبنية التحتية. نعم، وتعمل الدولة على تقديم أفضل أساليب الرعاية لخدمة النزلاء وتنمية قدراتهم وتأهيلهم اجتماعيا ونفسيا ومتابعتهم صحيا، علاوة على تقديم العلاج الطبيعي والتغذية السليمة من خلال إدارة الخدمات التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. إدارة الخدمات في دور الرعاية الاجتماعية تشكل الحجر الأساسي لهذه الدور، فهي تحمل مسؤولية كبيرة في رعاية شريحة مهمة من المجتمع كالأيتام والمسنين والمعاقين وحتى الأحداث، حيث تقوم على خدمتهم 24 ساعة. خدمات الإعاشة اللي هي العاشة اليومية، النظافة والتغذية والأمن والسلامة، وخدمات النقل والمواصلات، خدمات المغسلة، أيضا خدمات الصيانة المتعلقة في أمور الكهرباء والميكانيك والمدني والحريق والتكييف، وهذه كلها خدمات تقدم للقطاع بشكل عام. دور الرعاية الاجتماعية في منطقة السليبيخات تقدم أفضل الخدمات الشاملة، ولكن عندما ننظر إلى المبنى نجده متهالكا نوعا ما، إذن فما الخطة المستقبلية؟ الآن احنا اتجاهنا الأساسي هي البنية التحتية، سواء للأمور المتعلقة بالكهرباء، بالصرف الصحي والمياه، وهذه طبعا لأنها قديمة من يعني وفيها مشاكل طبعا فنية. الآن احنا الحين قاعدين نحاول بإذن الله المناقصات الجاية حطيناها في خططنا ان نبدأ بالبنية التحتية، ومن ثم اللي هي مباني طبعا بشكل عام. أقسام كثيرة ومتعددة في إدارة الخدمات، منها قسم التغذية أحد الأقسام الفعالة والحيوية التي لا تهدأ، فهم يعملون على مدار الساعة لتأمين الوجبات الصحية لكافة النزلاء. الوجبات جميع أنواعها، النورمال العادية، وجبات العلاجية كذلك، منها الهاي بروتين واللو فات حسب الوصفة الطبية المعالجة حق الدكتور المعالج لكل نزيل لكل فئة. هي ثلاث وجبات رئيسية وبينها الوجبات الخفيفة، وتقريبا يطلع العدد باليوم تقريبا يوصل إلى 2000 وجبة. دولة الكويت تعد من الدول الرائدة في مجال الرعاية الاجتماعية، ولديها تجربة يحتذى بها على مستوى المنطقة في تقديم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لكافة النزلاء. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.